بحضراتكم من جديد. النهارده تدريب رئيسي ومهم جدا للنادي الاهلي، خاصه مع اكتمال الصفوف في ظل الاستعداد الجاد للقاء حرس الحدود يوم الخميس المقبل 48 ساعه، فالوقت ضيق جدا. كل التفاصيل هنعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل بدايه التمرين بلحظات قليله عشان نعرف منه اخر الاستعدادات. توفيق، مساء الخير عليك، وايه اخر الاخبار عندك؟ مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. زي ما انت قلت، ابطال افريقيا خلاص اليوم الثالث على التوالي بوصلوا استعداداتهم خلاص ل يعني العوده مره اخرى لرحله المنافسات المحليه وبدايتها بمسابقه الدوري العام ومباراه حرس الحدود المؤجله بالطبع من الجوله 16 من عمر المسابقه، والمقرر لها باذن الله 9:30 مساء الخميس المقبل على استاد الكليه الحربيه. كان مستر مارسيل كولر محمد يعني فرض الجديه من اول يوم على الاستعدادات لمباراه حرس حدود بحضوره للقاهره في نفس اليوم، وعلى طول ان هو القائد التدريب بنفسه مساء، وكان موجود مع اول عوده الفريق للتدريبات. بالطبع الفريق يمكن امبارح كان ثاني يوم اكتمل طبعا بعوده محمد الشناوي، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم للتدريبات، والنهارده باذن الله السداسي الدولي كمان هينضم، محمد هاني، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. ان شاء الله النهارده باذن الله الفريق كامل العدد موجود كله بيواصل استعداداته. يمكن حالا دلوقتي وانا معاك على هوا محمد، يمكن ملعب مختار التتش هنا بالجزيره بيتم تجهيزه من قبل الجهاز المعاون، طبعا وضع المعدات وتخطيط الملعب بشكل معين، كل الحاجات اللازمه لبدء التدريبات موجوده حالا دلوقتي بتجهز باذن الله لانطلاق التدريب في تمام السادسه مساء باذن الله رب العالمين. يمكن كمان مستر مارسيل كولر كان في محاضرات نظريه مع اللاعبين، اتكلم معاهم عن اهميه هذه المرحله واهميه مباراه حرس الحدود، خاصه محمد بتتكلم في مباراه بثلاث نقاط هتحطك في المقدمه، وتبقى كمان في رصيدك خمس مباريات مؤجله عن اقرب منافسيك وهو فريق بيراميدز، اعتقد هتفرق كتير جدا عودتك مره اخرى للصداره، وبعد كده استكمال مباراه وعدد كبير جدا من المباريات المؤجله باذن الله تؤكد بيها جدارتك وانفرادك بالصداره، وكمان باذن الله نقدر باذن الله رب العالمين نعيد درع المسابقه وبطوله الدوري العام مره ثانيه لمكانها الطبيعي هنا في النادي الاهلي بالجزيره والرقم الثالث والاربعين باذن الله رب العالمين. كان زي ما قلت لك التدريب هيبدا في تمام السادسه، هيبقى فيه كمان محاضره فنيه للجهاز الفني، طبعا هيبدا خلاص بقى العدد اكتمل والفريق هيكون اكتمل بشكل كبير، هيبدا بقى يحفظ اللاعبين طريقه لعب حرس الحدود، اهم نقاط القوه والضعف، مفاتيح اللعب، وكمان الخطه اللي ان شاء الله النادي الاهلي ينفذها في هذه المباريات. بالطبع يعني اجتماعات ولقاءات عديده جدا يعني بيعقدها مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون باذن الله التخطيط لفتره كبيره جدا محمد، يمكن مضغوطه ولكن مهمه جدا في امر المسابقه، سواء بدايه من حرس الحدود الخميس، كمان عندك مباراه منتخب السويس في دور ال 32 من كاس مصر، ومن بعدها على طول مباراه البنك الاهلي في الاسبوع 32، وبعد كده عندك مباراتين مواجهتين في غايه الاهميه امام الاسماعيلي والاتحاد السكندري، باذن الله يكون الفوز حليف الفريق فيهم ويكون النتيجه والاداء اكثر من رائعين، اعتقد هيقربونا بشكل كبير جدا باذن الله من مسابقه الدوري وعوده ان شاء الله لقب الدوري مره اخرى والحصول على لقب 43. طيب كل الصفوف مكتمله فيما عدا محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الاهلي ولاعب المنتخب التونسي، يمكن النهارده وعنده مباراه وديه مع تونس امام الجزائر في مدينه عنابه في الجزائر، فمدى لحاقه بالمباراه اكيد توفيق لسه مش محدد، لان النهارده المباراه ممكن يوصل بكره، يوصل يوم المباراه الحرس يوم الخميس، فاعتقد لسه يعني موقف كريستو مش واضح، هل ممكن يبقى موجود في ماتش الحرس ولا لا، لكن بخلاف ذلك كل اللعيبه موجوده، حتى ديانج موجود، معلول اللي رجع من الاجازه، كل اصبح اعتقد موجود في التدريب دلوقتي يا توفيق. بالطبع محمد يمكن كل الصفوف زي ما قلت لك مكتمله، محمد الضو كريستو بالطبع مع المشاركه المباراه الوديه مع منتخب تونس، كمان عندنا لاعبين دوليين في المنتخب الاولمبي سافروا مع المنتخب لاداء التصفيات المؤهله لاولمبياد باريس 2024، عندك حمزه علاء الحارس الرابع في الفريق، احمد نبيل كوكا، وكمان عدد كبير جدا من اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب الاولمبي كمان غايبين عن الفريق، ولكن يعني الضو كريستو باذن الله هيلحق انه يوصل قبل المباراه، وكان اعتقد فرصه طبعا انه يلعب النهارده، خاصه لو شارك النهارده في بعض دقائق المباراه هيبقى صعب جدا ان هو يلعب مباراه حرس الحدود، ولكن ان شاء الله ينضم فيما تبقى من عمر المسابقه، ومن بعد مباراه حرس الحدود باذن الله رب العالمين زي ما قلت لك النادي الاهلي ده قدر وده دور الوطن يا محمد، مد كل المنتخبات الوطنيه باللاعبين سواء المنتخب الاول او كمان عدد كبير جدا من لاعبي المنتخب الاولمبي موجودين مع الفريق في المغرب الشقيق، وكمان يمكن شايفين بسم الله ما شاء الله كل محترفين الحمد لله دوليين وبيلعبوا في منتخباتهم وليهم قدر كبير جدا في منتخباتهم، وده زي ما قلنا قدر النادي الاهلي ودايما دوره الوطني مد كل المنتخبات باللاعبين الدوليين، ولكن زي ما قلت لك
لك الجديه مفروضه من اول يوم يا محمد، بغض النظر انك بتلعب اخر الترتيب او متزايد الترتيب. فريق حرس الحدود فريق طبعا ليه تاريخ كبير، ولكن طبعا الجديه مفروضه بشكل كبير جدا. ويمكن مستر مارسيل الكره زي ما قلت اتكلم مع اللاعبين ضروره الفوز في كل المباريات المتبقيه لحسم مباراه الدوري بشكل مبكر، وباذن الله يبقى بعد كده في حديث اخر. تجربه عدد كبير جدا من اللاعبين، بدء الاستعداد وبدء تظبيط. يمكن انت كمان طرحت حاجه مهمه جدا يا محمد، ان هو خلاص انت بتتكلم ان الموسم الافريقي على طول يعني قرب على طول. يمكن الاتحاد الافريقي كمان بعت يستعجل الاتحادات الوطنيه في ارسال يعني القوائم بتاعه اللاعبين واسامي الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه. فاعتقد ان هيبقى الاستعداد باذن الله مبكرا للموسم القادم باذن الله. كمان اخر سؤال يا توفيق، اعتقد قائمه الاصابات اصبحت خاليه من اي لاعب، لو كنت اتكلمت او خدت تصريح من دكتور احمد ابو عبله، الحمد لله ما فيش اصابات في الفتره الحاليه في ظل خلاص ختام الموسم الفتره اللي جايه. لا الحمد لله محمد، قائمه الاصابات زي ما انت قلت خاليه، ويا رب باذن الله تتبقى خاليه الى نهايه الموسم باذن الله. تستمر وكمان خلية. ننتظر مع بدايه الموسم الجديد عوده بقى الاصابات باذن الله، تستمر خلايا باذن الله لنهايه الموسم. وكمان ينضم لنا مع بدايه الموسم الجديد اللاعبين اللي بقى لهم اصابات لفترات طويله باذن الله، زي اكرم توفيق وكريم فؤاد، ان شاء الله يكونوا موجودين في اقرب فرصه مع بقيه زملائهم. اعتقد ان عودتهم من الاصابه هتفرق كتير جدا مع الفريق، خاصه ان انت بتتكلم في اثنين لعيبه بيلعبوا في نفس المكان في الجناح اليمين. وكمان اكرم توفيق انت عارف انه بيديلك يعني خيارات عديده جوه الملعب، سواء انه يلعب في خط الدفاع كباك يمين او كمان يلعب في خط النصف كلاعب ارتكاز. اعتقد ان شاء الله مع بدايه الموسم هيكونوا موجودين مع بقيه زملائهم، وباذن الله الصفوف دايما تكون مكتمله يا محمد، وكل لاعبي النادي الاهلي باذن الله يكونوا في حالتهم الفنيه والبدنيه والمعنويه الرائعه، وباذن الله دايما تبقى الانتصارات مكانها الوحيد هو النادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه لك يا محمد، اتفضل. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات اللي قالها لنا من ملعب التتش بالجزيره، وكل التفاصيل المتعلقه باستعدادات الاهلي للمرحله المقبله.